إذا عد 21-70 أو 21-64 هذا، والله يا أخي حلو، تخطى مقاومة لحظية عند 21-40 الآن، تخطى هذا المطب الآن، شوف هذا المطب مراد يقفل فوقه 21-40 إغلاقنا اليوم فوقه، وتخطينا 21-64 اللي هي نسبة تصحيح 78 فيه، يا سلام كشف 100% عند 21-94. وأنا بصراحة لو في مقاومة تستحق أن الواحد يكون منتبه لها هي متوسط 100، أكثر مقاومة يعني بصراحة مهم، لأن المقاومات الثانية سبق لسيسكو في موجة سابقة عداها ورجع تحتها، فسهل يعديها مرة ثانية، لكن هي الحلوة أنه يعدي متوسط 100 اليوم على اليومي، فإذا عد 100 يا سلام. خليني أضبط لكم شارت سيسكو الجديد من خلاص، دائما في الصعود ننظر إلى القمة الرئيسية للسهم، إلى القاع الرئيسي، نسحب الفيبو كده عشان نشوف حلمنا في 23 فيبو فين. يا الله يا جماعة شوفوا قصة 27 دي، قصة تحتاج إلى مقاومتين رئيسية، نختصر عليكم الفيلم، متوسط 100 و200، وشوفوا سبحان الله هذا قاع شهر 6 23، يعني نبغى في سيسكو نحن 23-14 عشان يحلو السهم أكتر. أنا هذا اللعب تحت 23-14 أحس إنه لعب في مناطق ميتة، لكن إن شاء الله سيسكو لو طلع تخطى متوسط 100 حيستهدف هنا، وهنا يا جماعة المحك، هنا حيكون المحك الرئيسي، فاللي ما لحق سيسكو يبغى يلحقها من الآن، ترى ما زالت تعتبر من أسهم القيعان، يعني سيسكو الآن فوق 20-80، فوق المطب داعي 21-40، يعني هذه كلها دعوم مناطق شراء وتجميع للاستراتيجيين. شوفوا الآن هو باختراق متوسط 50 يعطي دخول للمضارب اللي متردد في الدخول في سيسكو استراتيجيا، استنى إشارة انعكاس. شوفوا يا أخوان هذا فيبو، والله لو تنظر من بعيد في رسمة الرسم البياني لسيسكو هتلاقوا إنه أجمل هدف يتحقق في موجة قادمة قريب 27، لأنه هي القيعان المكسورة حقت شهر فبراير من عام 2022، وفي نفس الوقت قيعان نوفمبر 2011 28، يعني من 27-30 إلى 28 مفروض يكون هدف موجة سيسكو القادمة اللي ممكن يلعب عليها أي استراتيجي في السهم. شايفين والله يعني السهم قاعه التصحيحي 19-30، إيش ارتدينا لحد الآن ولا شيء، نازلين من 53، حرام نروح 27، حرام نروح 27، والله مو حرام، بس كيف نروح 27؟ لازم نطلع على النظرية فوق 23، وهي سبحان الله متوسط 200 وقاع شهر 6 المكسور هو كله جاي في ديك المنطقة. الآن أنتوا كأنه معطيكم السهم أول إشارة دخول، لو عدى 21-40 يقول لكم اتفضلوا أنا توي أبغى أخترق متوسط 50 وأخترق هذا المطب وأشق الطريق نحو 21-94، وبعدين الله يعينكم 23-14-23 هنا حتكون منطقة قوية مفترق من عيار ثقيل، هنا حتشوفوا العروض وحتشوفوا الكميات ومفترق الطرق هنا في هذه المناطق. ما شاء الله تبارك الله.